السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو في فاميلي معينة أنا عايزها أسحبها من ملف اللينك ريفيت، يعني أنا دلوقتي جيت هنا وقلت له انسيرت وقلت له لينك ريفيت وسحبت الملف المعماري دوت، وفي فاميلي معينة عايزها وليكن مثلا الباب دوت، فبقرب منه وأدوس تاب، وبعد ما أدوس تاب بقول له كوبي، خلاص بياخد الفاميلي تبقى موجودة معايا، فأقدر أجي هنا في أي مكان وأقول له بيست واروح حط الفاميلي في المكان اللي انا عايزه. تمام، فدي اسهل حاجه تاخد بيها فاميلي معينه من لينك ريفيت.